العشران صافا عليكم كلشي مزيان، ما تسولونيش اخوتي ما كغبرشي. المهم كيتلاقوا معايا شي دراري كيتفرجوا فيه من المدينه ديالي وكيجوني ميساج في انستغرام، صات غبرشي ما بقاش درت الرياكشن كذا لعيباش الى اخره، ودبلنا زوينين صراحه. المهم غبرنا مده طويله تقريبا شي 3 mois, 2 mois، ولكن جيت دابا من بلاج بريال الحر يا تراك سمي شويه عمري، وديجا كانوا مطلعين على الحر هاد الايامات هو وداك الجيهان التويشيه مزيانه بيغ اب ليك من هاد الاش ديال الرياكشن طلعوها لي ديال بصح. ما علينا، المغاربه فاش يطلعوها عليك فهمتي نعرف غتبلبل، فاش يبدا يطلع عليك المغاربه في لي كومونتير وبارطاجي لك الاتيوج ديالك عرف راسك غادي تبلبل دائما، اللعيبه تبقاو في صالحك. المهم ندخلو نتمزكو دابا البلان الحر، الحر راك عارفين وستات ولا ناضي، ندخلو نتمزكو سير على الله. تلقينا ببالغ الحزن والاسى تيال الحر الفنان الذي داعى صيته بين دخله واعره الدخله هذه، اول مره نشوف شي رابور في المغرب ويدير الدخله هذه، داخلين في الاخبار سير. تلقينا ببالغ الحزن والاسى تيال الحر الفنان الذي داعى صيته بين شباب من خلال اغانيه التي قال عجباتنا الرياكشن ديال جيهان باش عرفوها ممثله ممثله الرياكشن، شوفوا كيفاش دايره وعينها كيف ولاو الطريقه ديال الليل ممثله، ماشي اي واحد يقدر يمثل صراحه، التمثيل كتجسد لي الشخصيه اللي شيطوك. هذا الخبر نزل كالصاعقه على جمهوره حدوث هذه الفرقة. عذروني لبعاد احبابي حطوا في عنقي سيف، تقسم لندن في يد اختمني بريح خفيف، اجي تقرا كتابي نسك شمس المعارف، ندفع بالبرد ونتغطى بسمرة العصيف، ليام ونعوان تحكي وتعاود ظروف فيها يا حنينة، شوفي وحسي بالجراح اللي في جوف. كاترينا كيف ديال المغرب، لي شكاطرينا كيف ديال المغرب، تويشيه ناضيه 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 مزيان، احسن بلان جدي جيان في الكليب بالرجوله. والعوا من البحر ما يشوف لا خوف ولا خوف، بالقواش تغرق وتنجي وخدي تواسيه كفوف، راه في بالي شنو سنين واللي فات وما تساهي وخيالي راح فين، خليت الذكريات ماشي فين وجيت منين المهم يا استوار دامو فهمتيني الحر وقع ليه مشكل، هي كانت مريضه في السبيطار سمعت البلان في الاخبار وتاثرات، اللي بدا الكليب اللي بدا التراك زوين زوين هادشي غنتفرجوا دابا حنا في الكليب، واخا ما نركزوش مع الكلمات واخا ما كاتبهم غنقراوهم، ولكن غنركزوا في الكليب داكشي هندي 100% ولكن مغربي بلا مغربي. واش دبالة الجراح السائلة من الجناح ماشي كافية وما بقاش من الدم كتير، وش ما بقت في عافية ولفتي شنو غيدير، والدنيا غالا يابا شبتو باقي صغير، مرة معايا ومرة عليا ضربة في الزمان وضربة فيا، يوم ريفي ماشي بي صفو والي صفو عليك اخويا الحر البلان شي جات فيها قرطازه ضربوا بجوج خونا فهمتيني محلف عليهم بجوج حسيفه زعما وكذا. هاد اللعيبه انا هنا في السكرين واحد الصوره وبارطاجاو في فيسبوك يدير بوم في انستغرام وكذا، وايلي جيان هي والحر وكذا المغاربه على متخافوش تغلى بالنهايه، جواري خالي ومالي يومي من غير ضمير يا القمره طويله ما جانيش الدراري فهمتيني التويشيات عندنا في المغرب مزيانه بالرجولة هو الشونتيو يعني مكسور جناح طاير ومعلي رايح ومخلي كل شي وعد سلم واجنعو، جات الساعة تحكي وتقلب
صراحه فهمتيني الكليب مخدوم زويون صراحه، ما كاع لي بلون اللي شفت دابا ناضين وزوينين وعجبني انايا بالدرون في الجولف، ما عرفنا جولف في المدينه هذه. اشوف شوف بنادم ديما شي بقى يدوي، وفهمتي درتي زوين درتي زوين درتي خايب لي درتي انتقاداش اش بقى شعبك شنو راه تموت فهمتي، دائما غيبقاو بنادم يدوي وغيب يطيحك وكذا، حاجه كاينه يعني في العالم كامل دائما بنادم كيبغي يطيحك، خايني يظهر وفهمت تهضر تهدم لي بنيش حاجه طبيعيه يعني. اش بقى غادي داير قال لك القافله جو شمسي والكلاب شنبه كل شيء زين سير على الله. نتمنى الرياكشن ما ضربش كوبي رايت وحق الرب، شحال انا حابس الرياكشن ما بقيتش باغي ندير اصلا الرياكشن، ما عرفتش شنو باغي ندير انا اصلا، ولكن يوتيوب شي حاجه زوينه كتعجبنا خصنا نديروا شي فيديو نحطوه فهمتي بارطاجيو هاد الرياكشن الدراري. اصلا اخويا الحر هادي ضوات لك الكليب ليلى كي داري هيك نيجا كي داري مره معايا ومره عليا ضربه في السماء وضربه فيا يوم اللي فين ماشي بيا واو شغله بالنيا الخوت الخوت الكريماس الكريماس ديال الوجه الكريماس كيفاش كتلعب بها شاف الخبره داكشي بروفيسيونيل بروفيسيونيل واعره واعره جيان كي داري. المهم الخوت هذه الرياكشن ديالنا، شوف نديروا لي لايك ضروري نديروا لايك ونديروا كومونتير، تبارك الله عليك خويا الحر هادشي ناضي عشيري صافي، وغنديروا لي اجوتي طن صافي على الكومونتير ديالنا خليناه وديروا لايك هنايا تشوفوا الخوت ديروا لايك فهمتيني لايك وبارطاجيو الفيديو مع العشران ديالكم وداك الشيء، هذا هو البلان. المهم الرياكشن ديالي المهم عجبني الكليب عجبتني جان كتعرف تمثل فهمتي كتعرف تمثل حره معروف فهمتيني فنان ناضي مزيكا ديالو فهمتيني شي حاجه هادفه، هذا كان واحد الكليب اللي زوين و كيدوي لي شي حاجه فهمتيني ديال الحب والعشق. المهم خوتي توحش الكاميرا ندوي معاه وحشمان من الكاميرا شويه واقيلا شي الحال ما بقيت درت فيديوهات، ونشوفوا خوتي في فيديو جديد وبارطاجيو هذه الرياكشن هذه ودعمونا باش نرجعوا نديروا فيديو واش هذا هو البلان. وشكرا اي واحد كيتلاقى معايا في الزنقه في المدينه ديالي في اسفي واش يقول لي الصاد فين غبرتي وكذا وهذه واش بن سعيد، شكرا لكم بزاف. واش هذوك اللي تيقدروا تيدبوا معايا ولا لعيبات راه نورمال عادي يعني راه ولات في الشعب هذه كل شيء فوق الارض خصك تعامل مع هذه نورمال. يلا الخوت شوفوا فيديو جديد ورياكشن جديده، كان معكم اللحيه في الفيديو هذا، السلام عليكم.